لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله. ومن عجيب الأمور يا إخوان، كيف ترى من عاد الحق وآذاه تتفالت أقواله وينهار، وكذلك أيضا لا ينضبط ويصير مسخرة. عبيد الجابري يحذر من دماج، دار إسلام اليمن دار إسلام ما هي دار كفر، ودار علم وسنة. اخرجوا يا أهل أوروبا، يحثهم على الخروج وعلى أن الذي هناك لا يأتي والذي هنا يخرج، أهل أوروبا وغيرهم. برمنغهام دار كفر، والمساجد الموجودة فيها مساجد بليروية وديوبندية ومساجد أهل الحديث، مسجد أهل الحديث التراث، إحياء التراث. ثم يأتي عبيد ويحث الناس على الهجرة، أهل أوروبا، أن يهاجروا إلى برمنغهام. وعجبا، دار الحديث السلفية وفي بلاد إسلام، يحث على الخروج منها والعداء لها والتنكر لها من الغربيين وغيرهم. برمنغهام بلاد كفر. من أجل ذلك قلنا في الرسالة نحن العبرة، يعني يعتبر الذي يفكر في هذا، والله عبرة، العبرة. نعم، يعني الكنيسة جنبهم، دار هجرة، يهاجر الناس إلى جنب الكنائس. لكن دماج ما عندها كنائس ولا عندها بلاد إسلام ودعوة إسلامية، هذا انفروا منها، روحوا تلك دار هجرة. أقصد بهذا بارك الله فيكم، المعادي للحق ينتكس وربي وتعمى بصائره. في أي سورة قول الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نعم، صحيح، والله المستعان. يعني ليس العجب من عبيد، ما زال قد شحن قلبه، يعني يتوقع منه أكثر من هذا، لكن العجب لماذا لا ينكر على عبيد مع هذه العجائب كلها؟ لماذا ما ينكر عليه مع هذه العجائب كلها؟ لا نكير عليه. طيب، حياكم الله.